مساء الخير يتجدد لقاء في وجهه نظر جديده حول القضايا الانيه التي تعرفها بلادنا وبلا شك الموضوع اليوم اللي هو تيشغل البال ديال الراي العام وديال السياسيين وديال الاحزاب السياسيه وموضوع ديال القاسم الانتخابي واللي هذه مناسبه ايضا باش نعود ناكدوا على انه امر مستجد يعني غير مسبوق وبكل بكل وضوح ان الاثار ديالو ما يعني ما يمكنش جميع الاثار الممكنه ولكن ما يمكنش انه سيكون طريق لبلقنة المشهد السياسي والمشهد الحزبي اكثر مما هو مبلقاً وكما سبق لي اكدت في الفيديو السابق على ان موضوع ديال المشاركه السياسيه وموضوع توسيع المجال ديال المشاركه الاحزاب السياسيه هذا موضوع يعني لا يسعفه الواقع على اعتبار ان تمثيليه الاحزاب السياسيه في مجلس النواب المغربي وفي مجلس المستشارين هو اكثر من كافي مقارنه مع التجارب الرائده على المستوى الديمقراطي في العالم. المساله اللي غادي يكون عندها تاثير اكبر هو ما يتعلق بالجماعات الترابيه وما يتعلق بالجهات بحيث ان بالقناه هذه الوحدات وهذه المؤسسات وهذه المجالس يعني غادي بشكل كبير جدا على ممارسه الشان المحلي اللي تعرف اصلا تعقيدات منذ سنوات وغادي يستمر في معرفه هذه التعقيدات وربما بشكل اكثر سوءا. انا اللي بغيت نتكلم عليه اليوم بايجاز هو وكنت كنتمنى في الواقع انه عوض لي نصوص الاعناق القانونيه وعوض الاجتهادات المفرطه اللي في نهايه المطاف كتولي كاريكاتوريه بعض الاحيان انه نمشي مباشره الى جوهر, جوهر الموضوع الاشكال في المغرب منذ 2016 منذ انتخابات 2016 والبلوك الشهير اللي عرفته بلادنا يتعلق برئاسه الحكومه وهنا لابد من التاكيد على انه كاين 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 خطا كبير وقع في الدستور المغربي ديال 2011 فيما يتعلق بالفصل 47 اللي قيد الملك في التعيين ديال رئيس الحكومه من الحزب الفائز الحزب الاول في الانتخابات طيب الحاله ديال ممارسه الديمقراطيه كاين دول اغلبيه الدول انها ما كتنصش عليها في الدستور وهذه ممارسه واعرف لانه هذا هو الطبيعي انه الحزب الاول هو الذي يجب ان يقود الحكومه او على الاقل هو الحزب الذي يجب ان يكلف بتشكيل الحكومه فهذا الامر لوضع قيود فيما يتعلق باختيارات اخرى ومع الاسف انه في الفتره اللي كان النقاش حول الدستور تقدمات مذكرات منها مذكره اللي ساهمت في الصياغه ديالها المذكره حزب الاستقلال اللي انه نعطيه واحد المده للحزب الاول ولكن الى ما توفقش تشكيل الحكومه بصفه اليه كالمرة للحزب الثاني واذا فشل يمكننا ندوزو إعادة الانتخابات اما انه كل مشهد سياسي والحزبي كله مقيد بحزب واحد ليشكل الحكومه بمقتضى الدستور انه ما كاينش بدائل اخرى او حتى اذا كانت بدائل اخرى يمكن تكون متعسفه على النص الدستوري فهذا يطرح اشكال حقيقي لانه ما تيمكنش يتفرض على الناس انها تحالف معك في اي ديمقراطيه في العالم بل هناك تجارب لرؤساء الدول مداو مباشره الى الحزب الثاني لانه الحزب الثاني قدر يشكل اغلبيه ويعلنها بعد اعلان نتائج الـ الـ الانتخابات ولهذا كنت كنظن وكنت كنعتقد بانه الازمه اللي وقعت في 2016 وما عندي نرجع نرجع للتفاصيل ديالها كانت تعطينا مساحه زمنيه كافيه اننا نمشيو لهذا المقتضى يعني فصل 47 من الدستور ويكون تعديل يعني واللي غادي يكون منطقي فيما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة أما أنه نكون في هذه الوضعية اللي خدامين فيها الآن وكذا بغض النظر عن المصالح ديال هذا الحزب أو هذا الحزب أو من الرابح أو من المتضرر فبكل تاكيد ان هذا غادي يفقد المصداقيه ديال المؤسسات غادي على المصداقيه ديالها وغادي على القدره ديالها وعلى النجاعه ديالها في العمل مستقبلا ولهذا انا كنت كنتمنى اننا نمشي مباشره الى تعديل الدستور عوض اللف والدوران حول قضايا اللي كان المفروض اننا نكونوا كنحسنوا الممارسه الديمقراطيه اليوم كنتكلموا على نظام اللائحة احنا ما عندناش نظام لائحه في المغرب قليل الدوائر اللي فيها نظام اللائحة اللي فيها ست المقاعد اما الواقع هو اننا امام نظام لائحي نظام فرضي مقنع باللائحه انه اغلبيه الدوائر عندنا فيها جوج ديال ديال الدوائر الجماعات المحليه 90% ديال الجماعات كلها بنظام فردي مع اننا آه يعني كنبداو واحد الحاجه ومع الاسف كنبقاو نجتهدوا 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 اكثر من القياس حتى تنفسدوها ولهذا انا كان كيظهر لي باننا بعد الازمه ديال كورونا والمخاطر اللي مازال غادي تبان في المستقبل القريب أه كنت كنتمنى أن نمشيو للانتخابات وكاين عندنا واحد النقاش حول المغرب ديال ما بعد 2021 على الاقل في العشر سنوات المقبله بالتعقيدات ديالها الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه وكل التحديات اللي اللي كنعرفوها في فحال الدول ديال العالم مع الاسف مره اخرى غادي نمشيو للانتخابات دزنا في الانتخابات السابقه وحنا كنتذاكرو على مسيرات ولد زروال وكذا، غادي نمشيو اليوم للانتخابات المقبله وحنا كنتكلموا على القاسم الانتخابي، وشكون اللي دا وشكون اللي وشكون اللي وشكون اللي مع الأسف هذا هدر للزمن السياسي في بلادنا، وهذا أمر مؤسف، وحقيقة أنه يبدو أنه النخبة ديالنا مازال ما وعاتش بالمخاطر الحقيقية والجدية اللي كتعانيها بلادنا. في محيط اقليمي وجهوي غير, غير, غير مستقر نامل تدارك ما يمكن تداركه في الايام وفي الشهور المقبله شكرا على المتابعه وليلتكم سعيده